وعن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نعم، وهذا من أنواع الوعيد، وهو أنه لا خلاق له في الآخرة، ولا يكلمه الله، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، وأيضا الله يغضب عليه. أنواع من الوعيد الشديد والعياذ بالله. بعض الناس يتساهل في الأيمان، وربما يحمله الطمع في المال، أو يحمله الحمية أو العصبية، إلى أن يحلف وهو كاذب. فيجب على المسلم أن يحترم اليمين، وأن لا يجعلها سببا لنيل الحطام في الدنيا، أو لتزكية نفسه، أو تزكية غيره من غير علم. فيجب أن يحترم اليمين. الله جل وعلا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين، ويقول في المنافقين: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وفي الحديث أن الطريق إلى الحكم بالشاهدين على المدعي أو اليمين من المنكر، فإن أتى المدعي بالشاهدين قضي له، وإن لم يأتي بشاهدين فإنه يحلف المدعى عليه، يحلف المدعى عليه، فإذا حلف فإنه يترك على قول. وقيل إنه لا يترك، وإنما يقضى عليه إذا أبى أن يحلف. إذا حلف يترك، نعم، إذا حلف يترك ويوكل ظاهره إلى الله عز وجل. لكن إذا لم يحلف هذا يسمى بالنكول، فقيل يقضى عليه وهو المشهور عند العلماء، وقيل ترد اليمين على المدعي إذا كان عنده شاهد واحد ترد اليمين عليه. نعم.